اهلا بيكم في سيفن دكتورز. الحلقه النهارده يا جماعه مهمه جدا، واول فقره كمان كلها جمال، يعني انا هسميها فقره الجمال. الفتره اللي فاتت كلنا طبعا تعرضنا لاشعه الشمس القويه، اللي راح مصايف، اللي نازل البول والبحر، ومشاكل كتيره قوي بتحصل لبشرتنا في فصل الصيف. بنبقى عايزين ندخل على فصل الشتاء، اذا كان بقى عندنا افراح، مناسبات، عامه بقى فصل الشتاء برده ليه شياكته كده، وبنحب الوش يبقى منور فيه. النهاردة هنعرف من ضيفة فقرتنا ازاي اهتم ببشرتي في الشتاء، ازاي اخلي بشرتي ترجع زي الاول، اللي هو ما قبل الصيف بقى وما قبل كل المشاكل اللي حصلت فيها من الشمس ومن اي حاجة حصلت لنا. كمان النهاردة عايزين نعرف منها اسرار جديدة هتخلي بشرتنا جلوينج كده وحلوة. مش لازم احط ميك اب بصورة تقيلة قوي او قوية جدا عشان اخلي شكلي حلو، انا احب ان انا اصحى من النوم تكون بشرتي حلوة وفيها نضارة وفيها كده اللون البينك اللي بيخلي الواحد كده وشه بالبلدي منور. يعني خلينا النهاردة نرحب بضيفة فقرتنا، دكتورة يسرى دوما، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. يا ميري، هو أنا عمالة عكسك من ساعة من ساعة ما شفتك وأنا عمالة عكسك. أنت منورانا، ودايما بقول يعني بحب قوي الدكتورة اللي عارفة الجواب باين من عنوانه كده. لما بشوف دكتورة حلوة مهتمية بنفسها ببقى عارفة ان انا لو رحت لها هيبقى شكلي حلو واكيد هترجعني لورا كتير قوي. بالظبط، بنشجع الناس بقى تهتم بنفسها. بالظبط. قوليلنا يا دكتور، فصل الصيف باللي بيحصل فيه بالحبوب اللي في البشرة بالشمس، قد ايه انا ممكن يحصل ضرر لبشرتي؟ طبعا كلنا راجعين من الصيف دلوقتي، عندنا جفاف في البشرة، بشرتنا مش لونها واحد، في تصبغات، مش كل الناس بتمشي على روتين الصن بلوك. نبدأ بقى نظبط نفسنا، الحاجات اللي كنا خايفين نعملها في الصيف ودرجة الشمس العالية والحرارة نبدأ دلوقتي نعملها بطريقة آمنة جدا. نبدأ نعمل الليزر، نعمل التقشير، كمان حقن الترطيب والسكين بوسترز والنضارة. الناس كلها دلوقتي الحمد لله بقى عندها كونسبت ان هي ترجع تظبط بشرتها وتبقاش خايفة جدا من درجة الحرارة العالية بتاعة الصيف. طيب احنا هنبتدي على طول معاكي في الجد عشان احنا لازم نستفيد من حضرتك في كل حاجة. خلينا نشوف دلوقتي، كانت معانا صورة البشرة يعني قبل وبعد. بالظبط. قولي لي ايه الجمال اللي حصل ده، وقد ايه الناس ممكن تكون فاكره ان انا بشرتي هتفضل كده، لا والعكس هو صحيح. طيب هنا الصوره دي المشكله ان في الصيف البشره بتبقى دهنيه بزياده، فبيبقى عندهم الاكني وعندهم الحبوب وسايبه لهم اثار، طبعا نفسيتهم بتبقى تعبانه من الشكل ده. صح. فاحنا بدانا عملنا بروتوكول، اخذنا تريتمنت قوي في البيت، اخذنا من اول ما بتصحى تغسل وشها بغسول معين، ترجع تحط مرطب برضو مختص للبشرة الدهنية. وعندنا في العيادة بدأنا بقى البروتوكول جلسات التقشير، والتقشير دلوقتي بقى فيري سيف، تقشير بارد خفيف. أوكي. وأنواع كلها كويسة جدا للبشرة الحساسة، فالحمد لله وصلنا لريزلتس هايلة زي ما انت شايفة في الصورة كده. يعني أنا هجيلك بالبشرة دي هتخرجيني أكيد يعني في يوم من الأيام بالبشرة. بالضبط. دي بس في خلال قد إيه؟ لا على طول، لو انت التزمتي معايا بالتريتمنت في البيت مع الجلسات في العياده هتلاقي يعني البيشنت دي هي خدت جلستين بس بالظبط، وكانت مبسوطه جدا الحمد لله. احنا معانا صوره انا شفتها كده، يا ريت تكون معانا. هي مش بس شالت الحبوب، هو كمان بصوا الوش يا جماعه بيلمع بطريقه بالظبط. ما شاء الله. بالظبط، دي برضو عملنا لها ليزر وعملنا لها تقشير. برضو فرقت معاها جدا زي ما انت شايفه، وبقى في نضاره والبشره بقت مشدوده. اوكي، في برضو صوره بعدها عملنا بالظبط دي كمان نفس الكلام، لان كل الناس خارجه من الصيف كلهم عندهم مشاكل الاكني سبوتس والتصبغات اللي انت شايفاها. حلو جدا لما يكون الفرق يعني مميز كده، يعني انا بشرتي من تصبغات لوش شاحب لبشره بقى كلها جلونج كده وحلاوه. حقنه السكين بوستر دي بتعمل ايه يا دكتور بالظبط؟ بصي، السكين بوستر دي عباره عن هايلورونيك اسيد وفيتامينز وكولاجين، لما بيتحقن بنوزعه طبعا بطريقه سطحيه في الوش كله. هو ليه كذا طريقه، ممكن احقنه بطريقه ان هو يدي جلوينج في البشره كلها.
اوكي، وممكن احقنه برضو بطريقه ديب شويه ان هو يدي ليفتنج وشد للبشره. اوكي، فبدل ما الناس مثلا ما بترضاش تمشي على روتين سنه كامله بتستخدم كريمات او سيرمز او كده، لا خلاص احنا دلوقتي بقينا نسهل عليهم ان انت ممكن تيجي تعملي حقنه وتتكرر بعد شهر او شهرين وخلاص على كده. طبعا الاحسن ان انت تستمري في البيت كمان معانا. احنا شايفين الحقنه كمان يا جماعه مش بس شالت الحبوب او التصبغات، لا هنا كمان كان في بالزبط. في الابتسامه اللثويه في هنا خطين يعني ظاهرين بصوره قويه، لا الموضوع كمان فرق. بالظبط زي ما انت شايفه، ممكن تعودنا على الفيلر سكين بوستر كده صح يا دكتور؟ بالظبط، هي بصي زي ما انت شايفه بتشد الوش ازاي، وكمان بتستيميوليت وبتنبه الكولاجين بتاع بشرتنا احنا ان هو يرجع يشتغل تاني، لانه انت عارفه باي ايجنج وكل ما بنكبر الكولاجين بيحصل له خمول شويه في البشره. صح، كمان اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان حتى الشباب يا جماعه مش بس بنكبر في السن، حتى الشباب الجامعات بنروح في الشمس، التغذيه ما بقتش صحيحه، فده كله بيخلينا نفقد الكولاجين. الاهتمام بالرقبه بالظبط، عاجبني جدا بقى الطريقه دي يا دكتور، لان انا مش معقول اهتم ببشرتي وهنا لا. بالظبط، في طبعا حاجتين الناس ما بياخدوش بالهم منها ودول بيبينوا السن، يعني الرقبه وتحت العين كمان والايدين، الناس يعني ما بيركزوش مع المناطق دي، بس دي منطقه مهمه جدا الرقبه. وهنا عملنا بروتوكول لحقن السكين بوسترز في الخطوط اللي انت شايفاها بالعرض. اوكي، فاتحسنت جدا جدا وكانت مبسوطه قوي. يعني الرقبه دي ما عملناش فيها ولا خيوط ولا فيلر ولا بوتوكس، ولا احنا عملنا حقنه السكين بوستر. عملنا سكين بوستر وعملنا بوتوكس، الكومباينيشن بتاع السكين بوستر والبوتوكس في الرقبه، يعني في صوره هتلاقيها تانية دلوقتي للبوتوكس بعد كده، الاثنين مع بعض حلوين قوي في الرقبه. انا شايفه نتيجه هايله. كمان يا جماعه في ناس بتبقى متضايقه قوي من قصه الخطوط اللي في الرقبه دي. بالظبط، بصراحه بتبقى محرجه وما بينفعش اداريها، يعني حتى لو حطيت ميك اب الميك اب هيدخل في الخطوط دي يعني. بالظبط، بل بالعكس هيحددها اكتر. هي بتبين السن، وانا لما بتجيلي الحالات بتاعه الرقبه طبعا الحالات كل ما تبقى مايلد وفي الاول نقدر احنا كدكاتره الجلديه نظبطها. حلو، في حالات بتيجي ادفانسد بقى شويه فبنحولها بقى بلاستيك سيرجري لو في بقى تهدل جامد وترهل في الجلد يعني. طيب خلينا نتكلم في نقطه التصبغات، قد ايه انا ممكن يكون عندي تصبغات؟ وفي ناس بيبقى التصبغ داخل في كلف بقى اللي هو بالزبط. الموضوع صعب قوي. بالظبط، النتيجه بتكون ايه يا دكتور؟ دلوقتي طبعا الكلف من الحاجات اللي هي بتبقى تاخد وقت معانا شويه. بنمشي على كريمات في البيت مع جلسات برضو بيلينجز وجلسات ليزر. اوكي، ولما بنمشي مع بعض على روتين كده 3 شهور 4 شهور بنظبط الدنيا قوي. يعني الفرق ده بيبقى في 3 شهور؟ اه، هنا دي لا دي سكار في الايد. اه، دي عملنا لها برضو ليزر وعملناها واخدت بروتوكول تريتمنت، جابت نتائج هايل. انا شايفه نتيجه هايله، ده في ناس بتفضل قاعده بالشكل ده سواء بقى حرق او بالظبط، دي كان حرق فعلا. ودي برضو هنا كانت واحده جايه لنا رجليها برضو فيها بقع جامده جدا، وهي كانت جايه حتى بتقول لي انا فاقده الامل ان انا اتحسن، فقلت لها لا احنا ان شاء الله هنعمل بروتوكول قوي. وعملنا هنا ليزر وكيو سويتش ليزر وعملنا تقشير، وزي ما انت شايفه كده تحفه. انا شايفه الناس في سيدات بيبقى عندها ورجاله برضو الكلف ده او التصبغات دي في الرقبه. بالظبط، برضو بتبقى محرجه جدا وبتضايق، لان هي بتبان برضو لو انا لابسه سواء بقى رجل شميز او بادي، فبيبقى باين الفرق ده في قد ايه يعني. الحمد لله دي كانت ماشيه بسرعه قوي، يعني تقريبا في شهر ونص شهرين خلاص وبخلص من الشكل ده نهائي. بالظبط، حلو قوي يا دكتور. التجاعيد ما انا لازم النهارده بصي اي حد بيشاهدنا متضايق من حاجه لازم يعني ننهي الموضوع ده خالص. طيب التجاعيد قد ايه التجاعيد انا ممكن اتخلص منها وبايه؟ طبعا التجاعيد اهم حاجه فيها حقن البوتوكس. حقن البوتوكس بصي انت بتحقني بعد اسبوع، طبعا انت عارفه ما خلاص بقى اسبوع اسبوعين ما بيبقاش فيه خالص التجاعيد، وبنعملها بشكل طبيعي، بنسيب شويه رياكشنز برضو. في برضو كونسبت غلط عند الناس اللي هو انا مش عايزه شكلي يبقى مختلف. أوكي، فدايما بنقول هو بيبقى شكلك طبيعي جدا، وبيتعمل دلوقتي البوتوكس بجرعات قليله بحيث ان انا اسيب لك شويه اكسبريشن، وكمان مع البوتوكس بنعمل كومباينيشن بالسكين بوسترز كمان. حلو ده، يعني ما خليش الشخص
تحسي ان هو تمثال، يعني ان الناس فعلا بتضايق، فانا بعمله تجاعيد بس مش بلغي تعبيراته بالظبط، بنسيب شويه اكسبريشن بيبقى طبيعي جدا. وكمان رجاله كمان مع بيحقنوا بوتوكس دلوقتي زي الستات زي ما انت شايفه. ده برضو كان حد مش مصري وهو كان جاي متضايق قوي، شايفه الماسل عنده عامله ازاي. هو للاسف كمان اللي احنا لازم نركز فيه ان انا اسيب التجاعيد فتره كده، هي بتبقى ثابته يعني. بعد كده هو مش هيبقى مقشر بس برضه هشوفه مقشر بالظبط، يعني بيدي كده ايحاء للانسان اللي قدامي مقشر وهو مش مقشر، لان هي بقت ثابته لان انا ما وقفتهاش بالظبط. هو البوتوكس كل ما نعمله في الخطوط اللي هي لسه في الاول احسن ما نسيبها تبقى ستاتيك ومعلمه في الوش. دي برضو حوالين العين زي ما انت شايفه. دي بقى بتضايقني جدا يا دكتور. يعني بلاقي الشخص اللي قدامي اولا سنه بيبان كبير قوي، وبحس ان هو عجز، وساعات الموضوع بيزيد بتنزل عند الخد كده بالظبط. فالموضوع احنا ليه بنستنى؟ يعني تنصحيهم بايه ان احنا ما نستناش الشكل ده يفضل مستمر؟ بنصح طبعا ان هم نبدا البوتوكس بدري، كل ما تبقى الخطوط لسه في الاول بنجيب نتائج حلوه جدا قبل ما زي ما بتقولي بتبقى ستاتيك ومعلمه في الوش. اوكي. هنا ده برضو ده كان زي ما انت شايفه قويه قوي حوالين العين اللي احنا بنسميه عندنا الكراوس فيت، بتتحقن بعد اسبوع اسبوعين بتختفي تماما زي ما انت شايفه. النتيجة هايلة هايلة. فين تاني انا ممكن اعمل غير الجبهة وحوالين وحوالين العين؟ فين تاني ممكن اعمل بوتوكس؟ الرقبة طبعا بنحقنها في الخطوط اللي بتطول في الرقبة. كمان البوتوكس في الايدين، التعرق وتحت الاندر ارمز، الناس اللي بتعرق في الصيف، الناس اللي عندها عرق جامد جامد. سواء الاندر ارم سواء الكفين والرجلين كمان. في ناس كتير قوي الفترة اللي فاتت كان عندهم تقديم اللي بيقدموا في كليات حربية وكده، لازم على طول بيجوا يحقنوا قبل التقديم، وبيضايق كمان الطلبة اللي ايديهم بتعرق طبعا ان هو بيكتب في مثلا على ورقة. في هو الموضوع نفسيا بيبقى صح بيضايقهم. كان معانا صورة كمان ان احنا مش التجاعيد يا جماعة، الناس اللي عندها الشد اللي هم العرقين دول ودايما في اي تحرك انت بتتحركيه او انت بيبان ان انت كبير في السن او مشدود، يعني اعصابك مشدوده، وهو للاسف هم مش بيبقوا كده. اوكي. برضو البوتوكس بيهدي الشكل ده. البوتوكس حلو جدا زي ما بقول لك في الخطوط اللي في الرقبه دي اللي بتطول، وزي ما شفتي الصوره اللي قبل كده الخطوط اللي بالعرض بنعمل لها السكين بوسترز الرقبه. حلو جدا. انا السكين بوستر بقى عايزه اتكلم عنها بصوره اوضح. اوكي. لان انا يا جماعه وانا قاعده كده ما اعرفش ليه حسيت ان انا لازم اروح اعمل الجلسه دي. انا ما عنديش حاجه في وشي والحمد لله، لما اعمل السكين بوستر ان انا احافظ على بشرتي هتفيدني بايه؟ هتفيدك ان انت على طول زي ما قلتي في الاول مش هتحتاجي ميك اب كتير، هتبقي جلوي، في نضاره، في ترطيب في بشرتك، توفر عليكي بدل ما تستخدمي كريمات لفتره طويله وتزهقي. فبتعملي بروتوكول 3 شهور ورا بعض خلاص، وبعدين تكرري بعد يعني كل شهر اعمل اخد حقنه بالظبط كده، ابقى انا مثلا اكني اهتميت ببشرتي لمده سنه كريمات بقى. انت بتاخديها 3 شهور ورا بعض، بعد ال3 شهور بتقعد معاكي بقى 6 شهور سنه. حلو. لا انا لازم اجي لك تنورينا ويعني ايه نصور حاجه بحاجه كده، وانا عارفه ان باين يا جماعه انا شايفاها فيس تو فيس، فما شاء الله هي مش حاطه ميك اب كتير وبشرتها بيبي فيس خالص. انا مش بحسدك، انا بس يعني عارفه اللي هو بور عليكي شويه. انت مش محتاجه حاجه يا دكتور، ده من ذوقك. التعرق اتكلمنا فيه ان احنا بنحقن حقن بوتوكس، احنا معانا فيديو ليه. عايز اعرف احنا بعد ما بنحقن الايد او اذا كان الاندر ارم او ايا كان الرجل بيرجع، يعني ارجع تاني احقن امتى؟ هو بيقعد معاه سنه تقريبا. وكمان كل الناس بتحقن على دخله الصيف، وبيستمر معاه كل صيف بقى بيحقن كل صيف. يعني مثلا كل فتره كده بيحقن مره. بيحقن مره طبعا. يوقف بقى يا دكتور ولا يخلي مثلا في نسبه بسيطه من التعرق؟ يبقى يعني في نسبه، يعني طبعا البوتوكس بيقلل 70% 80%. في ناس حتى بتيجي بتقول لك طب انا خايفه يعني لو العرق ده وقفته تماما، فبقول لها لا هو مش بيقف تماما. دايما بيبقى فيه 20% اللي هو العرق بيهدي العضله يخليني اللي هو الانسان الطبيعي بالظبط، مش الاب نورمال اللي هو التعرق بزياده. لان اوريدي الهايبر هيدروزز هو عنده اضطراب وبيعرق بزياده. فاحنا بنرجع للنورمال، يعني بيرجع للطبيعي. فاهمه. اوكي. طيب الـ الشعر بقى. تمام خلاص، يعني اهم حاجه الشعر. كل البنات صدقيني انت كل حاجه معاكي اهم حاجه، لان انت عارفه اللي هو ايه جميله كده، انت تخلي الواحد كده اللي هو ايه، انت عندك فرح، انت عندك مناسبه مثلا،
نسيت نفسي فترة. السيدات اللي بيبقى لسه مثلا مخلفة جديد وطبعا البيبي شغلها، فبتيجي في وقت كده تحس نفسها ايه ده انا اهملت في نفسي، فبدل ما تاخدي فترة كبيرة مع نفسك لا انت بتروح للدكتور، هي في كام شهر كده بترجعك احسن من الاول كمان. قد ايه الخلايا الجذعية ممكن تفرق في الشعر اذا كان بقى في السقوط او في الفراغات؟ بصي دايما حالات الشعر بتجنة، أنا لازم بكشف عليها كويس جدا بالعدسة وأعرف إيه سبب تساقط الشعر. إحنا عندنا أسباب كتير جدا. أوكي. من أول في أسباب وراثية، وفي الأسباب اللي هي نقص الفيتامينز والحديد والفيتامين دي. مهم جدا بطلب تحاليل نشوف الفيتامينز دي. كمان الناس اللي عاملة سيرجريز وخست يعني لوست ويت على طول، فالعمليات دي بتأثر، وعمليات التكميم. الحالة النفسية والتوتر اللي معظم الناس عايشة فيه. فبعد ما بنعمل أناليسس كده لسبب التساقط إيه، أبدأ بقى برضو أكتب له على بروتوكول علاج مع الجلسات اللي في العيادة. أيا كان نوع التساقط، يعني ممكن يكون مثلا وراثي. وراثي طبعا، بياخد أدوية معينة في البيت. أوكي. مع الجلسات برضو بلحقه بقى قبل ما يوصل لصلاة. بالظبط، كل ما يبدأ بدري. هو الشعر عند يعني الرجالة زي ما أنت شايفة بيخف من قدام كده. أنا الصورة الصورة دي كام جلسة يا دكتور مثلا؟ عايزة أقولك الحمد لله الكيس دي جابت ريزلت بسرعة قوي، يعني تقريبا كانت حوالي من 4 لـ6 جلسات بس. والشعر طلع بالشكل ده وطلع وتمام. وكمان بقى بنعمل مينتيننس كل بقى 6 شهور، لازم ناس بتعمل معايا فولو اب على طول. اي برضو تساقط بنرجع نلحقه على طول بالسيشنز. يعني هنا بقى الشعر كان بيبتدي يرجع لورا. بالظبط صح كده، ده برضو سن لورا. اصغر شويه برضو، كل ما يبدا بدري احسن ما يسيبه. يعني الصوره اللي فاتت كان سن متقدم شويه، هنا سن اصغر شويه بس ابتدى، يعني بدا الشعر يسرح لورا. بالظبط. فانا بلحقه بدري، بنلحقه عشان ما نوصلش للشكل اللي وصلنا له قبل كده. بالظبط. طيب دي برضو عندها فراغ زي ما انت شايفة في نص فروة الراس، وبرضو عملنا بروتوكول 3 شهور والحمد لله جابت ريزلت، حققنا الخلايا الجذعية والبلازما. وفي أنواع دلوقتي أمريكي وقوية جدا، بتخلي الشكل ده بيبقى بيضايق اي سيده على فكره، لان هو تاج المراه هو شعرها. كمان الرجل هو يعني عايز يخطب قدام مراته ايا كان بقى، برده ما بيحبش، يعني لو انا هحلقه احلقه بمزاجي لكن ما احسش ان انا شعري خفيف. كام جلسه في الحاله الجميله دي؟ دي بقى طبعا انت اكنك زرعتي بصراحه. يعني دي برده قعدنا برده من 3 لـ6 شهور جلسات في الكلينيك وبروتوكول علاج قوي في البيت. فاحنا بنساعد بعض، خلي بالك بيبقى 50% على الدكتور و50% على البيشنت. بس حضرتك قايله لهم تعملوا ايه بالظبط، والعلاج اللي كاتباه بكل حاجه. فلما انا اوصل للنتيجه دي وما اروحش اضطر ازرع مزرعه برده مش رخيصه. ومش سهله، ما هي هتاخد لها برده فتره. بالظبط. وفي بعد كده حاجات كتير قوي يعني. وعايزه اقول لك ايفن اللي بيزرعوا شعر برده لازم بنريكومند بعد الزراعه يجوا يعملوا الجلسات برده عندنا. عشان الهير فوليكل والبصيلات اللي اتزرعت برده ما تقعش. لازم يعملوا لمدة 3 أو 6 شهور برضو الجلسات، فبتفرق معاهم جدا. أنا قلت يا جماعة أن الحلقة دي الفقرة دي جميلة، فلدرجة أن أنا يعني يقولوا الوقت خلص وأنا مش يعني ما حسيتش بيه معاك كده. ولا أنا خالص بجد. أنت نورتينا وأتمنى يا رب دايما تكوني مميزة كده وناجحة، وأنا كمان أجي أعمل السكين بوستر ونشوف بقى إيه اللي هيحصل معايا. يلا تنورينا، أنت مش محتاجة حاجة بس. حبيبي ما هنحافظ على بشرتنا، احنا قلنا لازم نحافظ عشان ما نكبرش يا جماعة في السن. خلينا نشكر دكتورة يسرى دومة أخصائي الجلدية والتجميل والليزر جامعة عين شمس، وأنا كمان بشكركم. خليكم معانا فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.